مرحبا أصدقائي. بدون شك تسمعون وتصادفكم أحيانا مقولة العربي عربي يا لوكان الكولونال بن داود. هذا هو الكولونال بن داود، وحلقتنا اليوم سنتحدث فيها عن هذا الخائن الذي تجنس بالجنسية الفرنسية وانخرط في الجيش الفرنسي إلى أن تحصل على رتبة عقيد ونال وسام جوقة الشرف. تتحدث كتب التاريخ عن جزائري ذا عصيته في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في أوج التوسع الاستيطاني وازدهار الاستعمار، فأغلب المؤرخين العسكريين والرحال الذين زاروا بلادنا في تلك الفترة اهتموا كثيراً بذلك الجزائري الذي لا يشبه الآخرين، وعددوا خصاله وأثنوا على مناقبه ومدحوا فيه تفتحه على الفرنسيين، وذكروا بإسهاب استعداداته النظرية لتقبل الثقافة ونمط الحياة. أعجبوا بإتقانه لغة فولتير التي كان يتحدث بها بدون رطانة، وأبرز هؤلاء المؤرخون الخدمات الجليلة التي قدمها بسخاء وحماس لوطنه بالتبني فرنسا. هذا الجزائري قدم في الأدبيات الكولونيالية كنموذج للإنسان الجديد الذي طالما سعى الاستعماريون إلى خلقه نموذج يبرر المشروع الكولونيالي ويجسد الأخوة والتعايش بين الفرنسيين والأهالي، ويؤمن برسالة فرنسا التمدينية، ويقبل بتفوق العرق الأبيض، ويطمح إلى تقليده في المأكل والمشرب والملبس وفي آداب اللياقة وعادات حسن السلوك. محمد بن داود من مواليد 1837 بقرية قريبة من ولاية وهران. يقول عنه على سبيل المثال أرنست غاي في كتابه الجزائر اليوم الصادر في 1901 أنه طفل عربي ذكي تربى تربية فرنسية مثالية. وذكر كتاب آخرون أن بن داود تشبع بالمثل الفرنسية العليا وتشرب بفضائل حب النظام والصرام. كان محبا للعمل مثابرا على إتقانه وتجويده، ولما لاحظ الفرنسيون عليه علامات التفوق وسمات التفرد والتميز اختاروه وجندوه في الجيش الفرنسي. فدخل وهو شاب يافع مدرسة سان سير الشهيرة التي لم يحظى بدخولها في ذلك الوقت إلا هو وبعده الأمير خالد. لكن الفرق بين الرجلين شاسع، فالأمير خالد قبل في هذه المدرسة العسكرية واستقال منها بعد عام وعاد إلى وطنه الجزائر، ثم ما لبث أن عاد إلى سان سير وتخرج منها سنة 1897 برتبة ملازم، وفي الحرب العالمية الأولى خدم في الجيش الفرنسي برتبة نقيب لينخرط بعد ذلك في الحياة السياسية ويؤسس جريدة الإقدام التي كانت منبراً للتيار الوطني المطالب بحقوق الجزائريين. أما بن داود فقد كان مساره مغايراً. تفوق بن داود في الدراسة وفي الفنون القتالية حتى على زملائه الفرنسيين الأصلاء، وتخرج برتبة ضابط وأصبح قائداً لوحدات الصبايحيين، وهي وحدات كانت تتشكل من الفرسان الجزائريين جيدة التدريب سريعة الحركة، لذلك سخرها الفرنسيون في عملياتهم التأديبية والتوغل بفضل معرفة أفرادها للأماكن في عمق التراب الجزائري. تدرج بن داود في الرتب العسكرية مثله مثل زملائه الضباط الفرنسيين بلا تمييز، تحت ظلال الشعارات العظمى الأخوة، العدالة، المساواة التي سرى على النخبة التي تبنت الاندماج. فأصبح نقيباً ثم رائداً ثم نال رتبة كولونال سنة 1888 بمناسبة الذكرى المئوية للثورة الفرنسية العظمى، وهي رتبة لم يرقى لها أي جزائري خدم في الجيش الفرنسي منذ المجندين الأوائل وحتى من غادر الجيش الفرنسي في الربع ساعة الأخير، فأغلب هؤلاء كان من ضباط الصف. وعرفاناً من فرنسا ببسالة وإخلاص الكولونال بن داود وتفانيه في خدمتها وتفننه في تقتيل أبناء ملته من الجزائريين، قلدته أعلى نياشينها وأوسمتها العسكرية، فكان أول جزائري والوحيد الذي يحصل على الزر الوردي لجوقة الشرف
وهو أعلى وسام في الجيش الفرنسي. أمضى الكولونال 40 سنة كاملة من حياته يخدم فرنسا بولاء تام وطاعة عمياء، إلى أن أحيل على التقاعد وهو في رتبته تلك. فقد كانت رتبة كولونال آخر ما يطمح إليه، وآخر ما كان ممكنا بالنسبة لجزائري في الجيش الفرنسي، بل أن البعض يرى فيها مبالغة. بعد تقاعده ترك الكولونال بن داود معسكره وخلع بزته العسكرية وحفظ أوسمته ونياشينه في مكان آمن، ولبس برنوسه وعاد إلى خيمته العربية وبساطة العيش فيها، وظل بتلك الصورة يجتر مجده البائد وأوهامه الزائلة وربما وخزات تأنيب الضمير، وأصبح نسيا منسيا لا يذكر اسمه ولا يستشهد أحد بمآثره في خدمة أسياده الفرنسيين. وهو يذكرنا بالبطل الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز في قصته ليس للكولونال من يراسله. غير أن الذاكرة الشعبية التي لا ترحم احتفظت بواقعة حدثت للكولونال بن داود، ظلت الأجيال تتناقله، وتوجد في الحقيقة عدة روايات. الرواية الأولى تقول أن الكولونال بن داود كان منهمكا في التحضير لمهمة عسكرية، فطلب من ممرضة عسكرية أن تبحث له عن ملف كان في حاجة إليه، فاستنكرت الممرضة طلبه ولم ترد عليه. وحين حاول أن يقنعها أنه كولونال وأنه مسؤول عن المعسكر وأنه الآمر الناهي، سخرت منه أكثر بقولها: هل نسيت أنك عربي؟ الرواية الثانية تقول أن أحد الأرستقراطيين نظم حفلا راقصا دعا إليه وزراء وعسكر حضرته سيدة، وبدأت تسلم على الحضور بمد يدها، ولما وصلت إلى الكولونال بن داود وقدم إليها بالاسم والرتبة سحبت ساخرة يدها. الرواية الثالثة تقول أنه لم يسمح له بدخول ذلك الحفل. الروايات تختلف لكن العبرة واحدة، وظل بن داود يردد طول حياته: العربي عربي، يا لو كان الكولونال بن داود. وشاع هذا المثل في أوساط الجزائريين، وهو يلخص بدقة عقدة النخب السياسية والفكرية وحتى العسكرية التي تعاملت مع الاستعمار وروجت للرسالة التمدينية لفرنسا وآمنت بفرنسا المثالية صاحبة الشعارات العظمى للثورة الفرنسية العظمى، وغفرت لفرنسا الحقيقية ذنوبها وجرائمها، وهي في الأخير عقدة ستظل تحكم العلاقة ما بين البلدين ما لم تعترف فرنسا رسميا بمسؤوليتها الأخلاقية عن فظائع الاستعمار وجرائمه. توفي محمد بن داود في 1 جويلية عام 1912، عاش 75 سنة، وعمل في الجيش الفرنسي 44 سنة.